المستطيل الأسود. إيش تختار هالمرة؟ قلب دفاع. ماذا جاء في هذا المركز؟ ليش بتختار مركزك؟ ما أدري ضامي. ضامي لك شيء. ما هي قصة البخاخ بينك وبين اللاعب محمد داود؟ شنو سالفة البخاخ؟ لا هي يعني مو بخاخ، فمرات هاي كل ما كل ساعة وصاحكم بخاخ. والله يا محمد إيه؟ فالمهم باللعبة من اللعبات قلت له اعطيني البخاخ، ما أدري يا لعبة هي كنا 1-0 وكل ساعة هو خطية يريد بس يعالج ويروح عمود يرجع للملعب. فكل دقيقة قال له بخاخ صاحي معي، قال له بخاخ، قلت له دطيني البخاخ، أخذته من المعالج، قلت له هاك خليه بالشورت وروح العب يلا. بعد لا تجي.